شهد عام 1960 للميلاد لحظة تأسيسية كبرى عندما انطلقت مؤسسة العيون بعد تسجيلها مقاولا عاما. أكثر من 50 عاما تحكي قصة كفاح ونجاح أوصلت المجموعة لتكون على ما هي عليه الآن إحدى الشركات الوطنية الرئيسية في مشاريع الطرق المختلفة التابعة لوزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية. عام 1399-1400 قمنا بنقلة نوعية نسبية للمؤسسة بالحصول على مشروع مع وزارة النقل، وكان من ذلك الوقت كان التعامل مع وزارة النقل على مستوى أوسع. في عام 1407 لعام 87 ميلادي قام الوالد بإنشاء شركة بينه وبين أولاده العاملين معه، والهدف منها عملية تطوير العمل وتقسيم المهام وإعطاء الصلاحيات للتوسع بالعمل من ناحية، وترتيب العمل عن طريق هيكلة الشركات. إنها الرغبة المستمرة في التطور والنمو التي قادت الشركة نحو حاضر تفخر به. في الحقيقة بذلت جهود كثيرة وخيرة مخلصة ساهمت في بناء الشركة وجعلها من كبرى الشركات الرائدة في المملكة. فقد صنفت الشركة لتكون في الدرجة الأولى في مجال الطرق في المملكة العربية السعودية، كما حازت على ثقة القطاعين الحكومي والخاص لتقوم بمشاريع البنى التحتية لقطاع النقل في المملكة، بحيث تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية وتصريف السيول والأنفاق والصيانة العادية والوقائية ومباني التعليم العالي ومحطات الكهرباء. كل هذا أوصل مجموعة العيون لتكون على ما هي عليه اليوم منجزا يفتخر به، وإحدى الشركات الرائدة في مقاولات الطرق والأعمال المدنية وإنشاءات المباني ومشاريع الطاقة بدخل سنوي يتجاوز 2 مليار ريال سعودي وقوى بشرية تقدر بأكثر من 7000 موظف يمثلون نخبة إدارية وفنية على أعلى المستويات، وبأسطول كبير تجاوز 4000 وحدة من المعدات والآليات. كما نفذت الشركة مشاريع يصل عددها إلى أكثر من 270 مشروعا بأعلى مستويات الحرفية والجودة التي يشهد بها عملاؤنا. حقيقة يعني بحمد الله نحن راضون تمام الرضا عما تحقق من نجاحات وإنجازات في الشركة، إلا أن هذا الرضا لا يعني أننا سنركن إليه، فهناك مجالات كثيرة للتحسين، وهناك بعض التحديات التي يجب أن نعمل بشكل جاد لمواجهتها من أجل ضمان مستقبل مزدهر للشركة. الطموح قادنا إلى التفكير في المستقبل بشكل جدي وبنظرة مختلفة وبروح عمل فريق مستعد للتحدي للوصول إلى هدف واضح ومحدد لدى الشركة لكي نستمر في العمل ونتفوق ونتطور. أصبحت المنافسة شديدة جدا، أصبح الشركة لديها عدد من قطاعات الأعمال والشركات التابعة، مما يستلزم وجود آليات وإجراءات لتنظيم العلاقة مع الموردين والعملاء. الشركة أصبحت تنافس في مجالات جديدة كقطاع المياه والطاقة. هذا القطاع يعتبر أكثر تعقيداً من القطاعات الأخرى. قطاع المعدات بشركة العيوني قطاع كبير، مورده كبير، عدد الموظفين والمشغلين والفنيين الذين يقومون بتنفيذ أنشطة المعدات عدد هائل مقارنة بالشركات الأخرى. هذه المرونة الكبيرة والوعي بالمتغيرات والتفكير الإيجابي نحو المستقبل أثمروا توجهاً جديداً ستنتقل به مجموعة العيون إلى مستوى آخر تماماً خلال 5 سنوات. وكذلك من الاتجاهات الربح الآمن الذي يرتكز على تعدد الأسواق وكذلك تعدد العملاء. لذلك أسسنا ونسعى للتأسيس ل4 شركات مستقلة: التعدين، الخرسانة،
والمعدات. الخطة الاستراتيجية لمجموعة العيون للاستثمار والمقاولات 2014-2018. اليوم لدى الشركة رؤية واضحة وذكية قابلة للقياس. سمارت فيجن جاية من اللاتينية كلمة سمارت اللي هي اختصار لـ specific, measurable, attainable, realistic and timely. بمعنى انه لابد انه الرؤية تكون لها هدف محدد, وهذا اللي حددناه لـ 2018. حددنا هدف محدد لـ 2018 قابل للقياس, measurable, يمكن تحقيقه, يعني ضمن إمكانياتنا, ما هو بشيء خارج عن المألوف, واقعي. وبنفس الوقت حددنا له أهداف معينة وخطوات معينة من بداية السنة هذه إلى سنة 2018. هذا التغير نحو المستقبل قاد لبناء استراتيجية جديدة لتكون مهمتنا أن نكون أحد كبار المشاركين في تطوير دولتنا والمنطقة من خلال تقديم أفضل خدمات الهندسة والمقاولات, مع الحرص على مصلحة العملاء والموظفين والملاك. ورؤيتنا أن نكون المقاول الأول أو الثاني في القطاعات الأساسية, ومن المقاولين العشرة الأوائل في القطاعات الناشئة بحلول عام 2018, حيث تعود علينا هذه المنهجية بعدد من المميزات الاستراتيجية. إنه طموح كبير يتطلب تغييرا كبيرا في طريقة رؤيتنا لطريقة أدائنا من الداخل وطريقة تعاملنا مع معطيات الخارج, ويجب أن ندرك أن تحقيق هذه الغاية يتطلب منا أهدافاً دقيقة تشكل الخريطة الاستراتيجية باتجاه واضح وخلفيات محددة تصاحبها أهداف ومبادرات استراتيجية ومؤشرات أداء أساسية لقياس مستوى الإنجاز. تتضمن 21 هدف استراتيجي و 61 مبادرة استراتيجية تجمعهم 15 مشروع تحول أو Transformation Project. هالمشاريع هذه كل واحد فيها يتناول على محاور المحور الاستراتيجية وطريقة التعامل الاستراتيجية, تأثيره على الorganization أو الهيكل التنظيمي للشركة, التأكد من وضع الإجراءات والنظم المناسبة للمشروع هذا. We have adopted all the above mentioned procedures and the company has reached the proper shape to compete in the global market. Because of the acceptance of the changes so far by our colleagues, the company has achieved the desired standards. To sustain and develop in the global market, the company is the state to implement international standards, policies and procedure. I strongly believe that all of us would wish a change, a development, because of which I trust that all of us will accept and adopt to the future changes in the company. إنها لحظات مفصلية تبشر بحاضر بدأ بالتغيير, حيث المزيد من الجهد والتقدير, المزيد من المهنية والاحترافية, المزيد من الإبداع والمبادرة. حاضرنا يقود لمستقبل باهر, فلكل مجتهد نصيب. كلنا أمل وثقة أن بإمكاننا أن نحقق الكثير معاً ببناء علاقة شراكة ونجاح مع منسوبي شركة العيوني. الأداء والقدرة على الإنجاز ستكون هي المحك الأساسي الذي ستقيم عليه الأعمال, وسندعم كل جهد مخلص منكم شركائنا في النجاح. جاهزين للمستقبل. 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 Ready for the future. Ready for the future. جاهزين للمستقبل. جاهزين للمستقبل. للمستقبل. جاهزين للمستقبل.